جاسوس غير مسار الحرب العالمية الثانية، ويعتبره فلاديمير بوتين قدوته ومثله الأعلى. إنه ريتشارد سورغ، المولود في روسيا عام 1895 لأم روسية وأب ألماني، لينتقل معهما إلى ألمانيا في الثالثة من عمره، لكن انضمامه للحزب الشيوعي الألماني عام 1919 غير مسار حياته، فقرر بعدها الانتقال لموسكو ليتم تجنيده في الاستخبارات السوفيتية عام 1929. نفذ سورغ العديد من المهام كجاسوس خارج البلاد، كان أبرزها في الصين بعد تشكيله شبكة استخباراتية استطاع من خلالها إقناع الحكومة السوفيتية بتأخير اندلاع الحرب مع اليابان لمعرفته بتاريخ الحرب العالمية الثانية قبل اندلاعها بأربعة أشهر، وهي المعلومة التي جعلت الاتحاد السوفيتي يتجهز لمواجهة ألمانيا ويتمكن من هزيمتها. لكن أمر سورغ اكتشف فأعدم في اليابان عام 1944 لتقرر السلطات السوفيتية منح عائلته وسام بطل الاتحاد بعد موته.